كله ابتدى من تقريبا 15 سنة لما قررت ان انا اربي كلاب. كان في بريد معين بحبه جدا اللي هو السيبيريان هاسكي، فابتديت اربيه وابتديت انتج منه واطور من البريد نفسه لحد ما الحمد لله ابتديت اخش مسابقات جوه مصر وبره مصر، واخدت تايتلز الحمد لله بره مصر بكلابي اللي انا عامل لهم بريدنج. فكنت بحاول دايما اركز ازاي اطلع الكلب صحيا في احسن شيب ويقدر ان هو ينافس وحاجات زي كده. وفي وقت ما ابتدى يظهر ناس اوريدي واخده مني كلاب سايبيريان هاسكي، ابتدوا ان هم عايزين يسافروا، عايزين يروحوا يسيبوا كلابهم في مكان، كانوا بيسيبوا كلابهم في اماكن كانت الكلاب بتتبهدل شويه. فابتديت ان انا اعمل لهم اوض واقول لهم خلاص الناس اللي واخده مني كلاب سايبيريان هاسكي يبتدوا يجيبوا لي الكلاب عندنا نبتدي اكوميديت يعني. واحدة واحدة ابتدى ده يقول لصاحبه، فابتدى بريدز تانية ابتدت تيجي، ابتديت اكبر من المكان وابتديت ان انا ابني تيم كله بيحب الكلاب، بيبقى اهمه الشاغل ازاي الكلب ده يعيش حياة جميلة، نديله حقه في ان هو اكتر كائن وفي في العالم، فازاي نقدر نديله حقه، ازاي نقدر ندلعه، ازاي نخليه مبسوط معانا، ازاي لو عنده مشكلة ميديكال نحلها له، ازاي لو عنده مشكلة كسايكولوجي او كبيهيفير نقدر نحنا نعدل منها ونساعد صاحبه ان هو يعرف يتعامل مع الكلب بشكل احسن. فاخدنا الموضوع في الدايركشن ده واكوردنجلي ابتدينا نعمل اماكن ليهم مخصصة زي بوردنج اوتيل، زي فندق، زي فندق البني ادمين. فندق البني ادمين بيبقى فيه كذا نوع اوضه على حسب ما البني ادم بيحب يقعد، فاحنا عاملينها برضو بنفس الطريقه، عاملين كذا تايب اوف روم الكلاب على حسب ما هي متعوده في البيت، عشان ما تجيش مره واحده تلاقي ان الكلب مثلا قاعد في مكان مختلف فيجي له مشكله من الحر، يجي له مشكله من الحاجات اللي حواليه بس. وابتدينا نعمل سيرفيسز تانية مختلفة بقى غير البوردنج، زي الدي كير، كلاب ممكن حد رايح شغله الكلب هيفضل طول اليوم في البيت، فبناخده ليوم واحد نعدي عليه العربية تاخده من البيت يجي يقضي يوم كامل عندنا، ينزل البول يلعب مع الترينرز هناك، يلعب مع الكلاب under supervision طبعا، وبعد كده بيرجع على بيته تاني. behind the slogan هو dog's favorite home، هو ده اكتر vision احنا حطيناها في بالنا طول الوقت، ازاي ده يبقى dog's favorite home، ازاي كل كلب جاي المكان فعلا يكون ديله بيلعب، ده الامبريشن الوحيد ان الكلب ده مبسوط. لو كلب داخل الريزورت وجي قبل كده خايف او منزل ديله او الكلام ده، انا ملهاش لازمة ان انا اكمل البروجكت ده. انا اهم حاجه بالنسبه لنا ان الكلاب تيجي تتبسط، نقدر نساعد صحابها في انها تقدر تتعامل معاهم بشكل كويس وباسلوب هادي، يعرفوا يدولهم اوردرز ويساعدوهم في البيت عامه، ان هم في اي حاجه مشاكل نفسيه للكلب او مشاكل سايكولوجيكال بشكل عام يقدر عندنا بيهيفيرست متخصص في الموضوع ده يقدر يساعدهم، ويدي للدوج اونر كورس ويدي للكلب كمان كورس عشان يعرفوا بعد كده يتعاملوا مع بعض. تعديل السلوك الكلب عندنا بيتقسم لكذا شق، في شق انه كلب جاي اوريدي جاي يقعد اقامه عندنا ممكن يبقى بيخاف قوي من الكلاب، يمكن بيبقى بيخاف شويه من البني ادمين، ده ممكن بنسبه كبيره من الانفايرمنت ومن عدد مرات الخروج بتاعتهم ومن كتر ما الناس بتبقى حنينه عليهم في التعامل والكلام ده كله، ممكن يابجريد او يحسن من سلوكهم ده بشكل عام، الا لو فعلا الاونر محتاج يمبروف من الموضوع ده او يحسن منه. في الحالة دي بنبتدي نعمل معاه كورسز نبتدي نشتغل عليها، ممكن من اول 8 ايام لحد 15 يوم نقدر نعمل كورس مع الكلب، ونبتدي بعدها نعمل له هوم سيشنز في البيت كمان، عشان لو في مشاكل بتحصل في البيت بيقطع بيعمل تويلت في حاجات معينة بتضايقهم مثلا في البيت بتحصل، يقدر ان هو يساعد في الموضوع ده عندهم في مكانهم يعني. احنا مازنز ريزورت بنقدم كل السيرفيسز، عندنا دي كير، عندنا بوردنج اوتيل، عندنا فيت، عندنا جرومينج، عندنا ستور، عندنا دوغ ترانسبورتيشن، وعندنا تريننج ووكينج، وعندنا اكوا باو دي سبلاش بول لو حابين ينزلوا في ريجولر دي كير ودي كير بول وكده،
دي مينلي السيرفيسز اللي احنا بنقدمها. هي مخصصه للدوجز بس في اونرز بيحبوا يبقوا مع كلابهم فعادي ان هم يجوا يقضوا اليوم معاهم ويلعبوهم ويعودوهم على كلاب تانية. لو في تريننج سيشن صاحب الكلب بيكون معاه، لو عايز يعلمه حاجه معينه زي الووكينج او كده او ما يشدش صاحبه بيكون معاه. هيقعد عندنا فتره قد ايه ديبندز على الاونر، ممكن كلب يقعد يومين اسبوع اسبوعين. في كلاب قاعده معانا بقى لها 5 و6 سنين فدي لونج تيرم، اسمها لونج تيرم بوردنج. صحابهم بيدفعوا لهم مونثلي فيز. ديورنج الدي بقى بيعملوا ايه؟ كل الكلاب ايا كان قاعد مده قد ايه لازم يخرجوا 4 مرات في اليوم، يجروا يلعبوا فريند، يخرج مع كلاب فريند يلعب معاهم، في اكتيفيتي، في اجيليتي، عايز دي كير يلعب في البول يعني، بس مينيمم 4 مرات لازم كده كده بيخرجهم في اليوم بتاعه. احنا النهارده موجودين في مازنز ريزورت، هم عاملين دي فول اوف اكتيفيتيز للكلاب وللدوج اونرز وكده، في بول وفي جيمز يلعبوها وفي جيف اويز من ناس وحاجات بتتباع من ناس بتعمل برودكتس بتاعت كلاب. انا عندي دوج فوتوغرافي ستوديو اسمه كلوبر ستوديوز. كلوبر دي اسامي الكلاب بتوعي، كلي وكوبر، فكلوبر. انا ابتديت الستوديو ده من تقريبا 9 شهور مثلا، جايين عاملين فوتو سيشن للكلاب، بنصور الكلاب لوحدها، نعمل لهم زي بورتريهات. الهدف بيبقى حاجه سنتيمنتال قوي، حاجه تقدري تكيب ات از ا ميموري على طول، وبس يعني بروفيشنال فوتوز للناس والناس تنبسط في نفس الوقت، نقعد ندلع في الكلب، نعمل له صوت وحاجات كده وبس. انا الاوبجكتيف بتاعي بسيط جدا، انا كان طول عمري نفسي ان انا اصور كلابي صور بروفيشنال، وانا كلابي عودتهم ان هم يقفوا قدام الموبايل ويتصوروا كده، لكن قابلت كلاب كتير جدا ما بتثبتش ات اول، الناس ما عندهاش صور من كلابها. طبعا as we know unfortunately الكلاب ما بتقعدش معانا حياتنا كلها، فالاوبجكتيف كله ان احنا نكريت ميموريز مع الكلاب دي بيورلي علشان تبقى موجوده على طول معانا ونخلق معاهم ايام حلوه وكده. الشوت بتبقى كلها، انا بعمل الاستوديو سيشنز في الاستوديو بتاعي، بتبقى حاجه برايفت وكده، بتبقى كلها حاجة completely full of games وتريتس وضحك وهكذا، فهي بتبقى وقت لذيذ وفي نفس الوقت بياخدوا صور معهم lifetime pictures. يعني احنا مش بنكنترول الكلب، احنا بيبقى طبعا في كلاب مؤدبة بتيجي بتسهل علينا الموضوع جدا، وفي كلاب بتفضل تجري حوالين نفسها، بنلقط بقى في النص. يعني انتوا عارفين بقى الكاميرات والحاجات دي، احنا بنلقط القطو. طبعا الكلب actually لما بيكون كلب هايبر وبيجري وكده صورته تطلع احلى، يعني هو الموضوع بيحتاج صبر قوي، والموضوع بيحتاج ان احنا نبقى فايقين للكلب ومستعدين. في كلاب بتبقى خايفه جدا، في كلاب بتبقى هايبر بزياده محتاجين نهديها، كل كلب من اكوموديت احتياجاته يعني.